حذر مديرو سد تشرين الكهرمائي في سوريا من أزمة إنسانية تلوح في الأفق بعد أن قررت السلطات المحلية في محافظة حلب تعليق عمليات المحطة لمدة أسبوع بسبب انخفاض منسوب المياه القادمة من نهر الفرات في تركيا. وبحسب وسائل إعلام محلية فإن ملايين الأشخاص معرضون لخطر انقطاع الكهرباء، فيما تواجه المنطقة كارثة إنسانية بعد أن قالت السلطات التابعة لدمشق إن المياه ستكون متاحة للشرب والري فقط، لكن السد لن يولد الكهرباء. وتأمل السلطات أن يساعد الإجراء في إنقاذ الموسم الزراعي، لكن مسؤولين في سوريا والعراق يتهمون تركيا بمواصلة انتهاك اتفاقية المياه الموقعة مع سوريا والعراق تحت إشراف الأمم المتحدة عام 87، إذ يجب أن تحصل دمشق على 500 متر مكعب على الأقل من المياه في الثانية، لكنها تتلقى حاليا أقل من 200 متر مكعب في الثانية. قلة الوارد المائي المتواصل والمستمر منذ ما يزيد عن العام من الجانب التركي، وبسبب استنزاف البحيرات بشكل كبير جدا والوصول إلى المنسوب الميت تقريبا في بحيرة سد تشرين، الإدارة العامة للسدود بالتعاون مع مكتب الطاقة اللي في اجتماع مستمر ومتواصل لدراسة هذا الواقع المائي اتخذت القرار بإيقاف سد تشرين، وذلك لتأمين الأولوية القصوى للمواطنين اللي هي مياه الشرب ومن ثم إنقاذ الموسم الزراعي. أحيانا جعت تجينا ساعة أو ساعة ونص، هالحز ما جعت تجينا بالمرة، وما عندنا مادة نلاحق المية، والولاد من تلويث الماء كلها بيها مرض كوليرا ومرضانين. أراضي تيد مي ما بمي، خراطيم ما نقدر نجيب خاطيم، المية وسخة كلها جراثيم.